الذي ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل كتب لنا على أيدينا أن يكون شيء من رزق غيرنا بيدنا من العمالة التي في البيوت رجالا ونساء، فيجب شرعا تقوى الله عز وجل فيهم وعدم منعهم حقهم وخوف رب تبارك وتعالى فيما حملنا إياه نحوهم، كما نطالبهم بالإتقان والإحسان في العمل يجب علينا شرعا أن نخشى الله عز وجل فيهم ونؤدي إليهم حقهم من غير نقصان، وألا نكلفهم ما لا يطيقون أو ما لا ينص العقد بيننا وبينهم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرحم من عباده إلا من يرحم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس رحمة أحدكم قريبة، إنما رحمة أحدكم للناس كافة. فإذا جعل الله عز وجل بين يديك من يريد أن يقوت أبناءه وأهله وذويه في بلده ويبعث إليهم مع نهاية كل شهر ما يقتاتون به، ثم تأتي أنت تكبرا تجبرا تمنعهم حقهم، تختلق خطايا لم يقوموا بها ونقصانا لم يكن موجودا، ثم تجعل من ذلك حسما ونقصا في حقهم زعما منك أنك ذو شخصية قوية وأنك ذو هيبة وأنك قبل أن تخشى من قاض يسوقونك إليه أو من رجل أمن يشتكونك إليه، خف واتقي رب العالمين الذي أنت وهم تحت قدرته تحت مشيئته، نافذ فيكما جميعا أمره تبارك اسمه وجل سلطانه.